بصفتي أنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ونود أن نتوجه من خلالكم إلى كافة أفراد القوات العسكرية والأمنية بعبارات تقديرنا لما يقدمونه من تضحيات وما يتحلون به من يقظة وتجند وحزم في الدفاع عن وحدة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أخلص لله ولملكي، أن أخلص لله ولملكي، وأن أتفانى في خدمة وطني، وأن أتفانى في خدمة وطني، ودفع كل خطر يهدده، ودفع كل خطر يهدده، وأن أنفذ أوامر قائدي الأعلى، وأن أنفذ أوامر قائدي الأعلى، صاحب الجلالة، صاحب الجلالة، ديوني للعسكر على بلادي مغامرة، راني بدمي حاضر نقاشي قاع السيني، مغربي ونفتخر وبالفرحة طاير، حمد ربي وشاكر زيد مرضي الوالدين. لارمي حبينا وتري لبسنا، ملكنا حييناه بالله وطن المالك، سلاح هزينا والقاسم أدينا، حالفين بكتاب الله والخير من عنده يجي. حبينا وتري لبسنا، ملكنا حييناه بالله وطن المالك، سلاح هزينا والقاسم أدينا، حالفين في كتاب الله والخير من عنده يجي. ديوني للعسكر على بلادي نغامر، راني بدمي حاضر ونقاشي قاع السنين، مغربي ونفتخر وبالفرحة طاير، حمد ربي وشاكر زيد مرضي الوالدين. جنرال وقبطان ولا جندي وربان، حياتنا في الامن وعلامنا دي معاليك، الجيش في كل مكان اما حاصر العديان، برافو للشجعان ورمل الصحراء غالي. جنرال وقبطان ولا جندي وربان، حياتنا في الامن وعلامنا دي معاليك، الجيش في كل مكان محاصر العديان، برافو للشجعان ورمل الصحراء غالي. ديوني للعسكر على بلادي نغامر، راني بدمي حاضر ونقاشي قاع السنين، مغربي ونفتخر وبالفرحة طاير، حمد ربي وشاكر زيد مرضي الوالدين. يا امي ما تبكيش ولدك ما غيجيش، راني مازل في الجيش وحالف انا باليمين، الله في مرتي فيه ولدي وبنتي، هدي ليك وصيتي ورضا اللي هي عوين. يا أمي ما تبكيش ولدك ما غيجيش، راني مازل في الجيش وحالف باليمين، الله في مرتي فيه ولدي وبنتي، هدي ليك وصيتي ورضا اللي هي عوين. ديوني للعسكر